اعتقد انه اللي عم بيصير حاليا هو انفجار موازي. السينما عم تنفجر زي ما انفجر الشعب. فاعتقد انه وجود فيلم مثل فيلم صهيب قسم البارد برلين وياخذ جائزه وفيلم مروزين والمراه والكوره وكذا ودور المراه حاليا في الثوره السودانيه وفي في المجتمع حاليا في حكومه صارت مختلفه, يمكن يكون هذا كان تنبؤ انفجار موازي. حتى اعتقد فيلم 26 كانت يمكن دعوه للانعتاق من هذا الصندوق المغلق. يعني السينما أحياناً بنعملها عشان نتغلب على مخاوفنا